السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل ريفيو سريع كده عن شيبسي لسه نازل جديد اسمه شيبسي بليز. وده طبعا من انتاج شركة شيبسي، اهو زي ما انتم شايفين معانا هنا طعمين جداد. اول طعم معانا جبنة وفلفل حار، والطعم التاني فراخ مشوية وبهارات، وكان في طعم كمان نازل معاهم طعم الطماطم والفلفل الاسود، بس انا قعدت ادور عليه كتير الصراحه ما لقيتش الا الطعمين دول وبس. فخلينا دلوقتي نشوف شكله، هو هيكون شكله كده اهوت، هنفتحه ونشوف. بس يا ترى نبدا بانهي واحد فيهم، بالجبنه ولا بالفراخ؟ احنا هنختار. حد يبادكم بزبادي شالوا وحطوا كل على يدي سيد محمد البغدادي. هنبدأ بالجبنة، طبعا انا هفتحه كده قدامكم. شايفين؟ شايفينه من جوه عامل ازاي؟ وريحته حلوة، بس يا ترى الكمية ديت هتكفي فرد ولا هتكفي اكتر؟ شوف، انا جبت معايا طبق هنا علشان نكب الكمية دي كلها، نشوف هتطلع علينا قد ايه بالظبط. لا هي الكمية حلوة جدا، بس نشوف بقى طعمه يستاهل ولا لأ. بس خلينا نشوف ده شكله كده شبه اللي في الصورة بالظبط اهو. تعالوا بقى نجرب طعمه. القرمشة بتاعته حلوة جدا، نجرب واحدة كمان. هو طبعا طعمه بطعم الجبنة، بس في النهاية خالص طعم الفلفل فيه بيبان، بتحس بحرارة كده شوية. ده بالنسبة لطعم الجبنة. دلوقتي هنفتح طعم الفراخ ونشوف هيبقى طعمه عامل ازاي. دلوقتي هنا معانا طعم الفراخ، هنفتحه برضو ونشوف الكمية اللي فيه. ده شكله من جوه وريحته جميلة جدا جدا جدا، بتفكرني بريحة شيبسي الكباب. فخلينا هنا نكب ونشوف. طبعا زي ما انتوا شايفين شكله، شايفين شكلها عامل ازاي. هنجرب كده واحدة مع بعض. طعمها جميل برضو. نجرب واحدة كمان. بالنسبة لي الطعمين أحلى من بعض. يمكن مثلا الجبنة والفلفل الحار حلو جدا، وطعم الفراخ والبهارات بالنسبة لي شبه، كان زمان شيبسي كان بيعمل طعم الفراخ برضو، بس كريحة هو ريحته شبه ريحة الشيبسي اللي بالكباب، فهو الصراحة حلو جدا.
طبعا الطعمين يا جماعة أحلى من بعض. مش عارفة بقى طعم الطماطم والفلفل الأسود هيكون عامل إزاي، بس الصراحة الشيبسي نازل بمستوى عالي جدا وطعمه حلو جدا. بالنسبة لسعره هو مكتوب 5 جنيه. نسيت أقول لكم ملحوظة صغيرة، لو مثلا هتاكلوا الشيبسي دوت لو كل واحد هياكله لوحده، هو فيه نازل منه سعر ب7، بس لو انت هتاكل الشيبس ده لوحدك فالكمية اللي فيها تبقى مناسبة جدا لكل فرد. هو الصراحة طعمه جميل جدا وهيعجبكم جدا. وبس ده كان ريفيو سريع جدا عن شيبسي بليز، ولو الريفيو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو انتوا جداد على القناة يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة.